السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الناطق باسم الحكومة الموريتانية يتحدث عن أسباب سحب ترخيص مركز تكوين العلماء وجامعة عبد الله بن ياسين. وزير التهذيب يقدم حصيلة إنجازات الحكومة في المجال التعليمي بين يدي الاستعداد لاستقبال عام دراسي جديد. رابطة الصحفيين الموريتانيين تختم تكوينا في نواكشوط حول مساهمة وسائل الإعلام في الوقاية من التطرف العنيف. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين للشيخ إن من الملاحظات المأخوذة على مركز تكوين العلماء وجامعة عبد الله بن ياسين وجود ما وصفه بشبه تماه بينهما مع حزب سياسي معين، بحيث إن قياديه هم من يقودون هاتين المؤسستين، مضيفا أنهما تشكلان الذراع العلمي لذلك الحزب، وأن قناة المرابطون هي الذراع الإعلامي له وفق تعبيره. وأكد ولي الشيخ خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن هاتين المؤسستين تكرسان يوما بعد آخر منهجية تخالف المنهجية المعتمدة في البلد على حد وصفه. مركز والجامعة اللي سحب ترخيصها، من هذه الملاحظات هي أنه هناك شبه خلط أو تماهي بينهم مع حزب سياسي معين، بحيث فهم حزب سياسي حكما القياديين فيه هم اللي أيضا يقودوا هذه المؤسسات، أعضاء مجلس الإدارة فيهم مثال شبه خلط. إلين اللي لا أعتقد أنكم أنتم معايا في هذا، ما في حد يقد اليوم مثلا واعي يكون يقول عن هذه المؤسسات أن هم الذراع العلمي لهذا الحزب المعين، كما أن المرابطون هي الذراع الإعلامي، وكما أن الحزب هو الذراع السياسي. هذا أعتقد أن كلكم تعرفوه. الملاحظة الثانية أن ملي هذه المؤسسات الثنتين اللي قلت لكم أنها يوما بعد يوم تكرس نوع من منهجية تخالف المنهجية الموجودة في البلد، هي منهجية المدرسة الشنقيطية الإسلامية الشنقيطية اللي المالكية الإشعرية الجنيدية. وقال ولي الشيخ إن المؤسسات الموريتانية تفتح أبوابها لطلاب المركز والجامعة لدراسة العلوم الشرعية، وإن المدارس والجامعات مفتوحة كذلك أمام المدرسين الذين كانوا يدرسون بهاتين المؤسستين. لكن اللي أؤكد لكم وأطمئنكم أن المؤسسات الموريتانية بما فيها المعهد العالي للدراسات اللي هو أعرق من هذا المعهد ومن هذه الجامعة، وبما فيه جامعة العيون وبما فيه المحاضر الموريتانية، أنها فاتحة قلوبها وأفئدتها وأبوابها للطلاب هذا المعهد وغيره من الطلاب الموريتانيين لدراسة العلوم الشرعية والعلوم اللغوية من ينبوعها الصافي، وكذلك المدرسين اللي أيضا يريدوا أن يدرسوا هذه العلوم أيضا مفتوحة لهم المحاضر ومفتوحة لهم المعاهد والجامعات لكي يدرسوها أيضا في أيضا غطاء وفي مهيع وفي أيضا المباني صافية وفي جو صافي، ويبلغ الرسالات ويبلغ العلم، وأن الدعوة مفتوح لها الباب، وأن الدعاة هناك رعاية لهم. وتعرفون موريتانيا تبعث الدعاة في كل سنة إلى الدول الإفريقية والدول الإسلامية، وأنا رئيس الجمهورية بالنسبة لترسيخ القيم الإسلامية والمحافظة على الإسلام والتعاليم الإسلامية وفتح الباب أمام هذا الشيء من الثوابت اللي عنده. وقال ولي الشيخ إن أي حزب سياسي أخذت عليه مخالفة قانونية سيكون عرضة للحل، وإن الدولة لن تتوانى في تطبيق القانون والحفاظ على السكينة والأمن والاستقرار، وأنها ستقوم بكل ما يحقق ذلك
في وقته المناسب. أما بالنسبة للحزب، أي حزب ما دام إذا كانت هناك مخالفة قانونية أو هناك مخالفة، طبعا سيكون عرضة لأن يحل. وإذا كان ما هناك مخالفة مثلا حسب القانون، حسب القانون اللي معمول به في الأحزاب، وكذلك أي مؤسسة حسب القانون، لأن الدولة طبعا لن تتوانى في تطبيق القانون والحفاظ على السكينة والأمن والاستقرار وكل ما يحقق ذلك، طبعا ستفعل في وقته المناسب. ناحية أخرى، احتج عدد من طلاب مركز تكوين العلماء أمام مبنى المركز في العاصمة نواكشوط رفضا لقرار السلطات القاضي بسحب ترخيصه، وقال المحتجون إن عناصر من الشرطة فرقتهم بالقوة بعد رفضهم إخلاء المكان وإنهاء الاحتجاج. نحن طلاب مركز تكوين العلماء نظمنا اليوم وقفة أمام المركز تمديدا بهذا القرار الغاشم الذي يقضي بإغلاق هذه المؤسسة العلمية العريقة التي منذ تأسيسها يتسعى إلى الهدف الذي رسمته منذ البداية، وهو تخريج علماء ربانيين يفهمون إشكالات الواقع ويسعون في حلها. كنا في هذه الوقفة فجاءتنا سيارة، جاءتنا بعض الشرطة وحاولت إقناعنا بالانسحاب من هذه الوقفة على أنها غير مرخصة، لكننا حاولنا إفهامها أنها هي وقفة سلمية لا تسعى إلى إثارة أي فوضى، وإنما تسعى من أجل تعبير طلاب مركز تكوين العلماء عن رفضهم لهذا القرار. ففرقونا بالقوة واستخدموا العصية ضدنا، وقد أصيب بعض من الطلاب من ضمنهم والأساتذة كذلك، من ضمنهم نائب المدير الشيخ محفوظ إبراهيم فال والأستاذ الشيخ أحمد حمود وبعض من الطلاب. لشان منفصل، حيث قدم وزير التهذيب الوطني سلمو السيد المختار حصيلة حول إنجازات الحكومة في المجال التعليمي، وذلك بمناسبة الافتتاح الدراسي المرتقب. وقال السيد المختار خلال مؤتمر صحفي للتعليق على بيان تقدم به لمجلس الوزراء إنه تم تشييد أزيد من 400 منشأة تعليمية خلال الفترة ما بين 2009 و2018، إضافة إلى ترميم 158 مؤسسة واقتناء أزيد من 7 ملايين كتاب مدرسي. الحصيلة الإجمالية لما أنجز خلال فترة 2009-2018 في البرامج مجملا ترتفع على إنشاء وبناء 409 مش بنية تربوية، نصها تم إنجازه خلال سنوات 2015-2018. خلال السنة المصارمة استفادت المنظمة التربوية من منشآت جديدة اللي تم تسليمها واللي قيد الإنجاز، ترتفع ل 69 مدرسة، 16 إعدادية وثانوية. هذا إضافة إلى ترميم 158 مؤسسة تربوية وبناء خلال فترة لأنفة الذكر ما يزيد على 1200 قاعة مدرسية. في ميدان مقتنيات أيضا، من المعروف أن في إطار السياسة وركز على الدعمات التربوية، وكانت فيه اقتناء ما يزيد على 7 ملايين من الكتب المدرسية خلال الفترة. وأكد السيد المختار أن الأولوية هي تحسين جودة التعليم من خلال اعتماد منهجية براغماتية تقوم على 3 مرتكزات أساسية، هي تكوين المدرسين والتجميع المدرسي وترقية تدريس العلوم. بالنسبة لنا الأولوية كيف قلت لا، هي نوعية التعليم وتحسين من جودة التعليم. وفي الأساس المنهجية اللي متبعين تعتمد على منهجية براغماتية، التحسينات اللي يلا تعدل على المستوى على ذيك نقاط الضعف لا يركز عليها، وفي الأساس لابد من يعود هناك أولويات. لأن الأولوية بالنسبة لنا 3 أولويات، أولا تكوين المدرسين،
من بعض الإصلاحات على مستوى مدارس تكوين المدرسين معلمين والأساتذة. الأولوية الثانية هي الخريطة المدرسية، هي التجميع اللي ذكرنا، لأن ما زال هناك التشتت اللي يطلب موارد هائلة واللي ما يمكن المعلم من أد خدمة تعليمية على المستوى، ما يمكن أن نتكلم عن تطور القطاع. الأولوية الثالثة هي ترقية تدريس العلوم، لأن نلاحظ المكتسبات المستويات ونظامنا في الميدان فيه بعض التخلف. أعربت النقابة الوطنية للمعلمين خلال مؤتمر صحفي عقدته في نواكشوط عن رغبتها في اللقاء بالرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز لإطلاعه على بعض القضايا المتعلقة بالتعليم والمعلمين في البلد. وقال الأمين العام للنقابة محمد عبد الرحمن والجيه إن الرغبة في اللقاء تأتي بهدف إيجاد تسوية للمشاكل والمظالم العالقة والتي نظمت النقابة سلسلة احتجاجات سابقة للمطالبة بحلها. فخامة الرئيس، يسرنا أن نعرب لكم عن رغبتنا الجامحة في اللقاء معكم لنطلعكم على بعض القضايا المتعلقة بوضع التعليم والمعلمين في البلد. صاحب الفخامة، إننا ندرك جيدا حجم المشاغل والتحديات التي تشغل بالكم، لكن ذلك جعلنا نشعر أكثر بضرورة مؤازرتكم من خلال تحملنا لجزء من المسؤولية في الشأن العام عموما وفي الشأن التربوي على وجه الخصوص. وكلنا ثقة في أن توجيهاتكم وإرشاداتكم سيكون لها الأثر البالغ في إيجاد تسوية للمظالم والمشاكل العالقة، وهي المشاكل والمظالم التي شكلت أساسا لمسطرة احتجاجات لا نرغب في مواصلتها، حرصا منا على الإسهام في السكينة العامة وإشاعة لغة الحوار بين الهيئات والمؤسسات. ولعل هذا هو الدافع الحقيقي لطلبنا للقائكم في هذا الظرف. أعلن في العاصمة نواكشوط عن اختتام أعمال ورشة تكوين لصالح 50 صحفيا موريتانيا منظمة بالتعاون بين رابطة الصحفيين وهيئة التعاون الأمريكية في إفريقيا الغربية. وقد تركزت ورشات التكوين المنظمة خلال الفترة ما بين 24 و 27 من شهر سبتمبر الجاري على مساهمة وسائل الإعلام في الوقاية من التطرف العنيف. ناقش المشاركون في هذه الدورة التكوينية جملة من القضايا تتعلق بالإرهاب ومخاطر الإرهاب وطريقة الوقاية من الإرهاب وكيف نتعامل مع الإرهاب وكيف نغطي الإرهاب. هذه مجموعة الصحافة ناقشت هذه المواضيع واستمعت لعروض قدمها باحث وخبير في المجال، هو اللي قدم العروض بالفرنسية والعربية. إذن خلال الأيام الماضية كانت النقاش تفاعلي بين المشاركين والمكون، وأثروا النقاش في عدة مجالات تتعلق بالإرهاب ومخاطر الإرهاب وما يتعلق بالإرهاب وكيف نغطي الإرهاب. إذن اليوم نصل للمرحلة النهائية اللي تقسم فيها شهادات ونختتم فيها العمل، ونتوجوا الأيام بتشكيل شبكة من الصحافة تابعة لرابط الصحفيين الموريتانيين مهتمة بقضايا الإرهاب. إذن الشبكة لصالح المشاركين، جميع المشاركين اللي يعودوا أعضاء فيها هم اللي يشكلوا مكتبها، وهي اللي في المستقبل اللي تشكل النواة. قال الكاتب الصحفي عبد الله مامدوبا إن الدور الريادي لوسائل الإعلام في محاربة التطرف العنيف يكمن في نشر خطاب الوسطية والفهم الصحيح للدين الإسلامي وفتح المجال أمام مختلف أصحاب الرأي لبلورة أفكار وسطية تساعد على تقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا المطروحة.
أعتقد بأن الدور الريادي لوسائل الإعلام في محاربة التطرف العنيف يكمن في الإمكانات الهائلة التي تتوفر عليها تلك الوسائل من أجل نشر خطاب الوسطية ومشاطرة الآراء والمواقف المتعلقة بالتفسير وبالفهم الصحيح للدين الإسلامي حول مجمل القضايا العقدية والفقهية التي تطرح في الحياة اليومية للمواطن، هذا من الناحية الدينية. ما من الناحية الاجتماعية والسياسية هي أن يكون أن تفتح مجالها لأصحاب الرأي من أجل بلورة أفكار وسطية تساعد على تقريب وجهات النظر وتساعد على شرح أكبر لمجمل القضايا والإشكالات الاجتماعية المطروحة في المجتمع الموريتاني وفي غيره من المجتمعات. وبالتالي أعتقد بأن الإعلام هو الرافعة الأساسية للأفكار النيرة والمستنيرة التي يجب أن تكون المؤسس الأول لرؤية ثاقبة تساعد على تقريب وجهات النظر وتساعد على دمج المواطنين. نظم المجلس الأعلى للشباب ورشة في نواكشوط لعرض التقرير التشخيصي التنموي الذي أعده حول حي لغريقة التابع لبلدية الميناء بعد أن وقع الاختيار عليه كموضوع للدراسة النموذجية الخاصة بالأحياء الأكثر هشاشة. وقال الراجل عمر بويليل رئيس لجنة العدالة وحقوق الإنسان وعضو المجلس الأعلى للشباب إن الدراسة التي أعد المجلس تشكل محطة هامة في مسار برنامج للريادة خاص بالشباب الذين يعيشون في بيئات هشة من أجل احتضانهم وتسهيل نفاذهم للخدمات العامة. نلتقي اليوم بعد اكتمال التقرير التشخيصي التنموي لحي القريقة في بلدية الميناء، وذلك بعد أن وقع الاختيار عليها كموضوع للدراسة النموذجية الخاصة بالأحياء الأكثر هشاشة والتي تستهدفها المكونة الأولى من برنامج الريادة الاجتماعية للشباب. إن ورشة اليوم تشكل محطة متقدمة في مسار هذا البرنامج الذي أطلقه المجلس الأعلى للشباب منتصف السنة الماضية، وهو برنامج للريادة خاص بالشباب الذين يوجدون أو يعيشون في بيئات هشة، وذلك بهدف احتضانهم وتسهيل نفاذهم للخدمات العامة وترقية مشاركتهم بشكل أكثر فعالية ومسؤولية في التحديات التي تواجههم على المستوى المحلي. الأمر الذي يدخل في صلب التوجيهات السامية لصاحب الفخامة السيد محمد العبد العزيز المتصلة بتمكين الشباب الموريتاني بصفة عامة وشباب الأحياء الأكثر هشاشة على وجه أخص. إقليميا، أكد الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التزامه ببذل كل الجهود من أجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الموقع بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية عام 2015. وقال كيتا إن محاربة الإرهاب في منطقة الساحل تسهم بشكل كبير في الأمن الدولي، داعيا شركاء مالي إلى الوفاء بتعهداتهم تجاهها. نتابع تفاصيل أوفى في التقرير التالي. الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التزامه الكامل ببذل كل الجهود من أجل ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلم والمصالحة الموقع عام 2015 في العاصمة باماكو بإشراف من الجزائر. وأكد كيتا أن الإدارة السياسية ليست كافية وحدها، وأن الحاجة قائمة إلى توفير الوسائل الفنية والمالية اللازمة، كما شدد الدعوة للتعبئة الفعالة والسريعة للموارد التي تعهد بها شركاء مالي من أجل المساعدة على تحقيق الالتزامات التي التزمت بها البلاد. وقال كيتا إن مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل تسهم بشكل كبير في الأمن الدولي، مطالبا مجلس الأمن الدولي بالسماح بنشر القوة المشتركة الإفريقية لدول الساحل الخمس، وذلك بموجب الفصل السابع من الميثاق الأممي وبتقديم تمويل كاف ومستديم. وكان كيتا قد تعهد قبل أيام بمناسبة احتفاء البلاد بذكرى استقلالها 58 وتنصيبه رئيسا لولاية ثانية من 5 سنوات بتفعيل اتفاق السلم والمصالحة وبجعل الوضع الأمني في الشمال والوسط من أبرز أولويات مأموريته الثانية.
وقد شهدت بعض المدن في الشمال والوسط الماليين خلال الأيام الأخيرة هجمات مسلحة وعمليات اغتيال نفذها مسلحون مجهولون، كما عرفت حدود النيجر وبوركينا فاسو مع مالي هجمات خلفت قتلى وعمليات اختطاف لبعض الأجانب. وتوصف منطقة الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو بأنها ملاذ للجماعات المسلحة في منطقة الساحل، وتصنف على أنها الحدود الأخطر بالمنطقة. وقد أطلقت القوة المشتركة الإفريقية لدول الساحل الخمس ثلاث عمليات تجريبية على الحدود بين هذه البلدان، كما سيرت كل دولة على حدة دوريات على حدودها بحثا عن الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة. مغاربيا، ترأست المملكة المغربية وهولندا أعمال الاجتماع الوزاري التاسع للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقد جددت الجزائر وكندا التزامهما بمواصلة وتطوير العمل المنجز في إطار ترأسهما لمجموعة عمل حول تعزيز قدرات دول غرب إفريقيا. متابع. الاجتماعات الوزارية المنعقدة على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة تتواصل، وموضوع الإرهاب وقضايا التوترات الداخلية في عدد من البلدان حول العالم على رأس سلم أولوياتها. وفي ذلك السياق ترأست المغرب وهولندا الاجتماع الوزاري التاسع للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب بحضور ممثلين عن الجزائر وكندا اللتين جددتا التزامهما بمواصلة وتطوير العمل المنجز في إطار ترأسهما مناصفة لمجموعة عمل حول تعزيز قدرات دول غرب إفريقيا. وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أكد بالمناسبة أن الإرهاب يشكل اليوم تهديدا شاملا لن تسلم منه كل الدول، وذلك بالرغم من الضربات الموجعة التي تلقاها، مظهرا قدرة كبيرة على الحركية والتحول والتكيف والتجديد. يضيف الوزير الجزائري وأضاف رأس الدبلوماسية الجزائرية أن الأمانة العامة للأمم المتحدة باشرت إعادة الهيكلة على مستوى الهيئات المكلفة بمكافحة الإرهاب، وهو ما شكل ردا مناسبا سيحسن لا محالة من العمل المشترك ضد هذه الآفة في مختلف أشكال التعبير والراديكالية والتطرف العنيف أو العنف الإرهابي. وقدمت لمنتدى مكافحة الإرهاب خلال الاجتماع الوزاري أربع وثائق تتعلق بقضية ما يسمى الإرهاب الداخلي وعودة عائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب والاشتراك في الأدلة وعلاقة الإرهاب بالجريمة المنظمة، علاوة على اقتراح ثلاث مبادرات جديدة من أجل إعداد أدوات جديدة حول الأبعاد الهامة لمكافحة الإرهاب. وقد تم التركيز خلال الاجتماع على ارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة. ونظمت على هامش الدورة الحالية للأمم المتحدة بالإضافة إلى اجتماع هذا المنتدى عدة اجتماعات أخرى حول بؤر التوتر في العالم، وكان من أبرز هذه الاجتماعات اجتماعات حول سوريا وليبيا ومالي ومنطقة الساحل الإفريقية، حيث تعاني هذه المناطق من نزاعات بعضها يتعلق بالسياسة وبعضها يتعلق بالجماعات المسلحة المصنفة في خانة الإرهاب. لا هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الناطق باسم الحكومة الموريتانية يتحدث عن أسباب سحب ترخيص مركز تكوين العلماء وجامعة عبد الله بن ياسين. وزير التهذيب يقدم حصيلة إنجازات الحكومة في المجال التعليمي بين يدي الاستعداد لاستقبال عام دراسي جديد. رابطة الصحفيين الموريتانيين تختم تكوينا في نواكشوط حول مساهمة وسائل الإعلام في الوقاية من التطرف العنيف.
يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.